العام كنا وسنكون تحية البطولة للشيخ جراح، تحية البطولة لأختي دلال المغربي منى الجد، تحية البطولة للحافظين على الوحدة الوطنية، تحية البطولة لمن يفدو أرواحه فداء لهذه الوطن، تحية البطولة لألف أسير من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في سجون الاحتلال. نعم، ألف تحية للباحثين عن هذا الوطن الفلسطيني المقدس. لن نقبل للعابثين بالعبث في فلسطينيتنا. سنكون جسرا ليصعد عليه اخواننا ورفاقنا في فصائل العمل الوطني والاسلامي. نعم، فاننا ندعو الجميع لتحمل مسؤولياته، ندعو الجميع لعدم التجاوب مع ذلك العابث بشبابنا من يدعى تاج السلامين. نعم، هذا جاسوس ربته اسرائيل وامريكا، هذا الخائن تربى في احضان الخراب، هذا الخائن اراد لشبابنا وشاباتنا ان يضيعوا في هذا الوطن النقي المقدس بدماء الشهداء. لذلك لن يكون هناك مكان لا لسقلان ولا لفات سلامين ولا لكل العابثين العابثات. نعم، أقول لأخوات، ولآخر مرة سنخاطبهم بالأخوات، أن يتعلموا من منى الجد تلك التي شتمت الذات الإلهية، شتمت الرب وشتمت الأرض، وشتمت الأرض لن تلقي منا إلا احتضار، إلا درسا في الآداب والأخلاق. نعم، ونحن أحفاد ياسر عرفات لن نغلط بكم، لن نسيء لكم، سنرد الإساءة بالهداية. نعم، سنرد الإساءة بالهداية، وإننا ندعوكم إن كنتم تؤمنون بأن هذا الميدان شهد أعنف اشتباكات مع جيش الاحتلال، هذا الميدان اختلط فيه دم الفتحاوي بدم الحمساوي، دم ابن الجبهة بدم كل الفصائل. نعم، هذا الميدان من اتحد فيه الإخوة والرفاق. نعم، ليردوا على هذا الاحتلال. سنقابل الإساءة بالمعروف، سنقابل الإساءة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله ولتسمعني الأخوات الموجهات، والله إن من يوجهكم لا يريد إلا إسقاط فلسطين. وهل تسقط فلسطين؟ كيف تسقط وفيها هؤلاء الشباب الدائر؟ كيف تسقط وعندما تصرخ غزة تلبي نداء الضفة، وعندما يصرخ الداخل يزداد القدس شموخا بنضالات أهله؟ نعم، بنضالات بيته، بنضالات كل أبناء الشعب الفلسطيني. الوحدة الوطنية مقدسة. نعم، نحن الفتحاويون نقولها بصوت عال، الوحدة الوطنية مقدسة. لن نقبل أن تسفك الدماء، لن نقبل أن نعتدي على بعض. من سيعتدي علينا سنقابله بالقبلات، من سيعتدي علينا سنقابله بالأمن بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا المنكر اللعين. نعم، فلسطين أقدس منا جميعا، دم الشهداء يوحدنا،
معاناة الأسرى توحدنا. هذا لغدا صلاه العطوان ابن الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وهو الآن يواجه الاحتلال بأمعائه الخاوية، وهو يكسب باسم السلطة الوطنية الفلسطينية، باسم الشعب الفلسطيني، باسم كل الحارسين على هذه الأرض النقية المقدسة. نعم، هذه أرض نقية مقدسة، وحدتنا الوطنية المقدسة، وحدتنا بفصائلها الوطنية والإسلامية. نحن ندعو إلى الوحدة، وقد يكون بيننا الآن من يسب ويشتم. نعم، سأقبلها منك بصدر رحب. نعم، سأقبلها منك بصدر رحب. أنا تربيت في مدرسة تصون فلسطين، تصون الشهداء، تصون الشعب الفلسطيني. وإن كان هناك بعض الأخطاء البسيطة التي حدثت هنا وهناك، نحن لن نسكت، وسنكون أول المنادين عن الحق، أول المنادين لتكريس العدالة في فلسطين. إخوتي، أخواتي، كونوا من أجل فلسطين، فلسطينيين فقط، كونوا فلسطينيين فقط، لا ترتبطوا بأحد، لا هنا ولا هنا. هذه أرضنا وهذه بلادنا، والاحتلال لسنة كاتم على صدورنا. ولكن عندما ننظر إلى الأوصار أطوحوان، عندما ننظر إلى القادة في سجون الاحتلال، كريم يونس، مروان البرغوثي، أحمد سعدات، حسن يوسف، والآلاف المؤلفة من أبطالنا، والآلاف المؤلفة ممن لقنوا هذا الاحتلال درسا ليس عاديا. نعم، أتعلمون من هو سائر حماد؟ أتعلمون من هم عائلة أبو حميد؟ هؤلاء الفتحاويين الذين ذهبوا إلى هذه السجون كي نحيا جميعا. هناك مخيمات كالانتيا الأمعري، جازون، كل مخيمات الوطن قدمت وضحت. إن كان هناك من هو حريص على فلسطين فليتمسك بفلسطينيته. نعم، هذه البلاد بلاد مقدسة، ولن يعيش فيها العابثين مهما حاولوا ومهما سعوا ومهما. نعم، سأعترف لكم بسر، قبل ساعات قليلة كنا في اجتماع تنظيمي في إقليم رام الله والبيرة. أكثر ما ردد في هذه الاجتماع وحدتنا الوطنية المقدسة. نعم، هذا البيت الفتحاوي ألزمنا أن نكون بأخلاقنا ملتزمين بوحدتنا الوطنية، أن نكون ملتزمين كل الالتزام بما أوصانا عليه الشهداء، كل الشهداء. نوجه التحية باسم كل أسرانا القادة، باسم العسير القائد مروان البرغوثي وكريم يونس وماهر يونس ومحمد الطوس وكل الأسرى الأبطال. التحية لهذا الشعب الصامت، وننقل لكم تحيات أسرانا في سجون الاحتلال الذين يدركوها لكل الشعب الفلسطيني رسالة واضحة بأنهم تخلوا عن حياتهم، عن سنين أعمارهم، عن زوجاتهم وأبنائهم، كي نحيا أحرار، كي نحيا جميعا أحرارا، أخوة، رفاقا، متحدين في هذه الأرض. نعم لوحدتنا الوطنية، نعم للتحالف والتآلف الفلسطيني حتى يتم دحر هذا الاحتلال. عدونا في حركة فتح فقط الاحتلال الإسرائيلي. هدى الله الذين تاهت بهم السبل، هدى الله الذين سمعوا لهمسات الكائنة هنا وهنا، هدى الله هؤلاء الشباب والشابات الذين قريبا جدا سيعلمون أنهم يسيرون في الطريق الخطأ. نعم، سيسيرون في الطريق الخطأ.
نعيد ونكرر بأننا قبل ساعة من الآن وحدة فخر لنا. كنا في اجتماع تنظيمي في إقليم روضة الأوربية، وكانت التعليمات واضحة. نعم، الحفاظ على الوحدة الوطنية، الحفاظ على الدم الفلسطيني، الحفاظ على هذا الشعب، لأننا نقدر شبابه وشاباته، شيوخه، نسائه، رجاله. هذه القرارات المسؤولة والتي ننفذها بكل فخر واحتساب، لأننا آمنا بأننا واحد من الشهداء، بأن أحمد ياسين وشقاقي وياسر عرفات وأبو علي مصطفى رحلوا فقط من أجل فلسطين. لذلك نعيد ونكرر، سنقابل الإساءة بكل رحب، سنقابل الإساءة بأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. هذا المنكر اللعين الذي يريد التفريق بين الفلسطيني والفلسطيني، بين الأخ والرفيق، بين الرجال والنساء. وإننا إذ نقسم بدماء الشهداء بأن هذا الوطن سنحميه من الاحتلال أولا بأرواحنا، سنحميه من العابثين بأرواحنا وأبنائنا وبناتنا وأموالنا. سنكون جسرا، لن نخجل أن ننتظر أرضا كي يعبر إخواننا من فصائل العمل الوطني والإسلامي. نعم، كل ردات الفعل يكون فيها بعض الإساءات بعض التجاوزات، ولكننا دائما مصرين ولن نقبل إلا بفلسطين كل فلسطين. فلسطين لكل الفلسطينيين، فلسطين للطفل والشيخ والشبل والشاب والشابة. نعم، هذا الوطن خلق لنا جميعا، لن نقبل أن يخرج منه أحد أيا كان من كان إلا من كان الوطن والشعب. وأما في حضرة المناضلين والمضحين، نعيد لكي ندرك رسالة حب وتقدير، رسالة فلسطينية نقية إلى أهل الشيخ جراح، إلى أهل الكرد التي ندعوها باسمكم جميعا، لكي تعطي الشابات التي أساءت، لكي تعطي الشابات اللواتي أساءن لفلسطين دروسا في التضحيه والبطوله والدفاع. من الكرد الان وفي هذه اللحظات تواجه المستوطنين وجيش الاحتلال وغيرها من بعض الفتيات يحسن اخوانهن الفتاويين ويهم الاجهزه الامنيه، هذه الاجهزه التي قتلت الشهداء، هذه الاجهزه التي انا وتواجد في سكون الاحتلال الفي منها محكومين معطاهم بالمؤبد والاحسن معاليه. فلنهتف جميعا لوحدتنا الوطنيه، فلنهتف جميعا لفلسطين. الموت تحيا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوات، أيها الأخوة، يا أبناء شعبنا،
يا ابناء الشعب الفلسطيني اننا نقولكم في القدس في عمان في الخليل في نادي المسيحيين في غزه العزه في غزه العزه وفي الشتات في القدس عاشت رجال أبو عمار، عاشت رجال أبو مازن، نعم عاشت العاصفة، عاش أبطال كتائب شهداء الأقصى أبو جندل، مهند حلاوي، وأبو سجر، وعاطف وحسين العبيات، عاش أبناء الأجهزة الأمنية، هؤلاء الأبطال الذين ذادوا بالأمس تيسير وأدهم أبناء الاستخبارات، عاش أبناء المخابرات العامة وشهيدهم داود الخطيب، عاش أبناء الأمن الوطني، وعاش أبناء الشرطة، عاش كل أبناء الأجهزة الأمنية. هذه الأجهزة التي عقيدتها هي الدفاع، الدفاع عن فلسطين. عندما كان هؤلاء الذين يريدون إسقاط النظام يتحدثون في فتاوى الطهارة والنجاسة، كانت حركة فتح والعاصفة في عينبون، كان الدلال المغربي، وكان أبو جهاد وأبو إياد وأبو عمار تاريخ كبير لا يستطيع أن يمسحه بجرة القلم.
بنرجع ولا بننهار، هادي فتح من الثوار، بنغزى الموج الفتحة وحتى نبل الجبل النار. بنرجع ولا بننهار، هادي فتح من الثوار، بنغزى الموج الفتحة وحتى نبل الجبل النار.
تصور فيهم.